وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحكام الكرام وطلبة المحبوبون إني أريد أن ألقي إليكم عدة كلمات عن مادة المهمة عيني عن النسبية ومزالقها. أولا أحمد الله الباري عز وجل أعطاني هذه فرصة ذهبية. إخواني في الله، إن في هذا الزمان أذكار جديدة وأفكار متنوية في أشياء مختلفة، ومنها النسبية المشجعة لتمكين وتحصيل حقوق النساء في الاجتماع. تهدف النسبية أن تحصل حقوق النساء في الاجتماع، ولهذا ومن ثم هذا الموضوع مهم في هذا الزمان. إن النسبية قد ابتدأت في ثلاثة خطوات. أولها في القرن التاسع عشر في أوطان الشرقية من أوروبا وأمريكا، موجود لها أنواع كثيرة مثل النسبية الراديكالية والنسبية الإسلامية والنسبية الشيوعية. وقد انتشرت هذا النسبية في العالم حتى الهند، ودخلت هذه النسبية إلى حرم الكليات والجامعات حيث يلعب هذا الدخول دورا مهما حاسما في الكليات والجامعات، أنه قد ساقتهن إلى ثقافة قبيحة أو ثقافة فاحشة. ولأن هذا النسبية غير إسلامية، مخالف لشرع الإسلامية. وكذلك إن تتبع امرأة النسبية غير الإسلامية فتنزع حجابها الذي حكمه الله ورسوله بإلزامه. الحجاب جنة للنساء في العالم، كما أشاره الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذنا. والنسبية تهدف أن تخلع النساء المسلمين أو نساء من الأديان خصوصا من الإسلام، أن تخلعن خصوصا من الإسلام إلى إلحادية وشيوعية. وتزعم النسبية أن الإسلام لا يعطي حقوق النساء وتزعم النسبية أن الإسلام لا يعطي حقوق النساء ولا يعطي الحقوق في المهن ولا يعطي الحقوق في التعليم. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى مسلمات. ولذلك ينبغي لنا أن نتدبر ونتفكر ونتألم عن هذه الموضوع وأن نجد الصراط المستقيم في أمور كلها. إن شاء الله أختتم كلامي وأوصيكم بدعائي. السلام عليكم ورحمة الله. إذا أردت سينير باغت